السلام عليكم، معكم حسن العامري، تاجر بمنطقة المحبس. الحمد لله السلع موجودة، الخير موجود كما كتشوفوها، الخضرة، المواد الغذائية، كل شيء هو هذاك الحمد لله. وعاش الملك ديما، مجرد إشاعات هذاك الشيء من الإعلام المعادي. الحمد لله أمن والأمان في المحبس، كل شيء موجود، الخير موجود الحمد لله، السلعة موجودة الحمد لله، وأثمنة عادية بحال أي بلاصة، كيتزاد عليها غير ترونسبور لي ديال الطريق شوية بعيدة صافي. الخضر والفواكه يوميا كتجي تقريبا، نهارية ونهار لا، كلشي موجود من أكادير. من أكادير، مارشي ديال إنزكان. ما يبقاوش يتبعوا الإشاعات ديال الإعلام المعادي، داكشي مجرد إشاعات، ما كاين والو هنا الحمد لله. مهني الوقت كما كتشوفوا نتوما، جيتوا شفتوا براسكم، ما كاين والو هنا. هاني القضية، مرحبا. حنا الحمد لله الأوضاع كتبان لنا، كي حنا تجار الحمد لله كل شيء هو هذاك، ما كاين والو. داك الاشاعه ديال الحار ديال القرطاس داك الشيء الحمد لله راه ما كاين والو، راه غير داك الشيء كنسمعوا غير عند بنادم. حنا راه الحدود بيننا مع هون لا شيء، شي جميع بعض المناطق هون راه شي 50 كيلومتر ل 60 كيلومتر، الحمد لله ما كنسمعوا والو. والله داك الشيء راه غير اشاعات وصافي، ما كاين شيء من داك الشيء. الحمد لله المعيشه بخير، ما خص خير، كل الخير موجود الحمد لله، جميع الفواكه والخضر كل شيء موجود الحمد لله، ما خص خير. السلام عليكم ورحمة الله، أنا تاجر مقيم هنا في جماعة المحبس. الحمد لله الأوضاع هانية كما كتعرفوها، الحمد لله هي هذيك كما كتشوف الصورة معبرة عن رأيها، كل شيء موجود الحمد لله، ما خصنا حتى شي حاجة، ما كاين حتى شي صداع. هذا الشيء اللي كنسمعوه فقط في الإعلام الإلكتروني وصافي، ما شي حاجة ثانية الحمد لله ما كاينة. الإعلام الإلكتروني المعادي بالطبع هذيك راه ما نذكروش عليها الواقع. لا هو الحمد لله كل شيء مزيان، ما كاين حتى مشكل، ما كاين لا صداع لا، الحمد لله كل شيء على ما يرام، السلعة كلها موجودة، ما خصال الرحمة الله يجيب الشتاء إن شاء الله هي اللي محتاجين صافي، ماشي حاجة ثانية، كل شيء موجود. نتمنى ليه من أن يفكر شوية في المستقبل، ما الماضي راه ماضي، أحسن الإنسان يفكر شوية في المستقبل ويرجع إلى أرض وطن، وإن الوطن غفور رحيم. والمهم احسن اللئامة، يعني الحاجه ديما هي في الجمع ماشي في التفرقه. التفرقه ما راح منها حتى واحد الا الاعداء الامه الاسلاميه والامه العربيه على الخصوص. السلام عليكم، انا من اساس الزاك، انا من المنطقه ديال الزاك حدا المحبس، قريب المحبس. الحمد لله احنا الحمد لله نشكره هانين وكل شيء، والله يحفظ سيدنا اللي مطلعنا الرايه والدرك الملكي، وحمدنا كيربو شكرناك، ما صانا حتى حاجه مع ما كاعيت الهضره اللي يقولوا ديال الضرب ولا ديال سميتو، كاين الكذوب. عايشين في الهنا ودوم بخير وعلى خير وكلشي، لا الكذوب حيدوا عليهم هذاك الكذوب، ما كاين لا حرب لا حتى حاجه، رجالنا خدامين وبخير، ما عندنا حتى حاجه زعما اني رجالنا الفوق وكلشي والحمد لله، ما كاين لا صداع لا حتى حاجه، عايشين هانين. البيبان ديالنا كاع نسدوهم كاع في الليل، امان كبير اللي عندنا هنا في اساس الزاك، بخير وعلى خير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.